بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اخوانا انتم تتشوفوا غادي ان شاء الله الرحمن الرحيم نعاود البرنامج ديالي ديال التغذيه ديال الماء و المهم ديال البريباراسيون ديالي غنعاودو على حساب الظروف ديال العمل ديالي ان شاء الله الرحمن الرحيم. بحكم انا تنخدم يومين وتنجلس يومين ما بقاش غادي مطابق معايا هذا البرنامج اللي كنت داير في الاول. دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نصوبو على حساب الايام اللي غنكون فيها انا في الدار والايام اللي ما غنكونش فيها في الدار، شنو غنصوب شنو غنقدم ان شاء الله بحول الله. انا تنوجد فيه كما تنقول لكم دائما لا بد ما يكون عندك واحد البرنامج خدام به تتصوب، لا بد. ما يمكنش غادي تمشى مع الطيور ديالك غير هكاك عشوائي وصعيب عليهم. وانت بغيتي تشوف طويرات زوينين وتشوف لوينات زوينين واصوات زوينين وتشوف المزرعه فيها الحياه كتعجب الحياه فيها الصغار فيها اينات عندها البيض فيها، لا بد دير انت مجهود. هذا هو اللي تنقول ان شاء الله الرحمن الرحيم. نتمنوا من الله خير سبحانه وتعالى ونتمنى الله يوفقنا جميعا. ما تنساوناش من الدعاء ديالكم جزاكم الله خير. انتم الاخوان كتشاهدوا البيض في واحد النقيطه هاي هاي شتو هاي سمحوا لي هاي تتبان هنا تتبان هنا ورا هذاك الشيء هو اللي ما خصكمش تعطيوه للطويرات ياكلوه فوق ملي تتوكلوا البيض للطيور. هذيك النقطه ديال الدم هذاك راه تيكون تمايا بحال شي ميكروب خاصكمش تعطيوه ليهم ياكلوه، راه واعر عليهم. ملي تسلقوا البيض وداك الشيء تقلبوه نقيوها حيدوها وما تعطيوهاش للإناس تاكلها. هذا الاخوان القشور ديال البيض كنجمعهم تيكون البيض مطلوق كنجمعو نخليه يجي شويه نطحنو غادي نطحنو في المولينيكس وتنخلطو مع باطي ولا تنخلطو مع باطي منزلي ولا تنديرو في معلافات مع الكريت هادشي تندير. المهم انت تكون شي حويجه راه تنقول لكم زعما شنو تندير وصافي باش تبقى ان شاء الله الرحمن الرحيم. انا غادي نديرهم دابا في مولينيكس نطحنهم ونوريهم لكم. الاخوان تطحن ان شاء الله مراحل تيولي على هذا الشكل هذا. هانتوما تشوفوا شتيه ان شاء الله بحول الله. ايوا صافي هادشي اللي كاين الاخوان، ما تبخلوش على الطيور ديالكم، هادشي راه مفيد، هادشي راه مفيد. المهم ما تنوريكم حاجه الا تنتمنى من الله سبحانه وتعالى يتنفع بها الجميع. شوفوا الاخوان معايا انا قدمت الكالسيوم مع الكريت، شوفوا الطيور يلا عطيتو لهادو بدلتو ليهم تنعطي ليهم جديد تيمشيو تيجريو ليه باش تعرفوا الحاجه ديالهم لهاد الماده الكريت والكالسيوم. راه ما معاهش تفريه لا بده يكون في القفز ومره مره تبدلوه للطيور ديالكم. هذا دابا يلا بدلتو ليهم جديد مشاو تيجريو ليه لان باقي فيه حجر واقفين وداكشي. ايوا نطلبوا الله خير. السلام عليكم. غنوريكم دابا البرنامج ان شاء الله الرحمن الرحيم. غنعلقو من بعد غندير له واحد المعيار باش نخصصلو. دابا هاد البرنامج درتو على اساس الايام ديالي اللي انا تنجلس، يعني تنخدم واحد يومين كنجلس يومين كنخدم يومين كنجلس يومين باش ما يكونش عندي بزاف ديال المشاكل في المزرعه الصغيره. درت هاد البرنامج هذا ان شاء الله الرحمن الرحيم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يكون فيه توفقوا فيه ويسر الله الامور. هذا هو اللي كاين. ان شاء الله بحول الله. هذا الشيء اللي كاين الاخوان. هذاك البرنامج فيه الماء شنو غادي ندير فيه وقتاش غندخلو، وفيه الخل ديال التفاح، فيه
طوليامين، فيتامين طوليامين، فيه سيدوكول، وفيه وقتاش غندير التلقيح ديال الاكزولت ان شاء الله الرحمن الرحيم. كلشي هادشي اللي كاين تما درت هذاك البرنامج باش نبقى عاقل، عارف راسي شنو عندي، هادي نهار اش عندي، هادي هادي، لان دابا تلقيت عندي شويه ملون وخفت بحكم بدات يعني بداو الفريخات كاينين وكاين الفقس وكاين داكشي تيكون شويه المشاكل. هاد العام هذا التوقيت ديالي ماشي بحال الاعوام اللي دازت، الاعوام اللي دازت كنت يوميا تنكون في الدار عاد تنقلع نمشي للخدمه ونرجع ثاني في عشيه. دابا لا، دابا تنباتو واحد 48 دور تما وعاد تنطلقو 48 اخر. اللهم لك الحمد والشكر عليها، الحمد لله ونشكروه. هادشي اللي كاين الاخوان، من بعد غنشرح لكم هذاك البرنامج ديالي، وهذا ما تيعنيش ان هذاك البرنامج خاص الانسان يتبعو، هذاك غير تحفيز باش كل واحد يصوب برنامج ديالو هو خاص به ان شاء الله بحول الله. وصاحبي ان شاء الله بحول الله كل واحد يتحفز يدير برنامج ويشوف راسو كيفاش غيتمشى مع الطويرات، شنو غنعطيهم شنو غندير لهم، وبشويه ان شاء الله الرحمن الرحيم هكا بدينا تنتفرجوا في الاخوان تنشوفوهم شنو تيديروا وتنحاولوا نديروا شي حاجه ديالنا حتى حنايا باش اللي غتماشى لينا مع الوقت ديالنا ومع الاكل ديالنا، امكانيه ديال الاكل، امكانيه ديال باش نشريو الدواء ولا فيتامين ولا نشريو شي مطهر ديال الكبده ولا هادشي. واحد يمشي على قد الامكانيات ديالو، ما يكلفش على راسو بلي خص تكون عندي هذيك، لا واخا ما تكونش عندك شويه داكشي اللي عندك، غير النقاء النظافه التبديل ديال الماء، تغير الماء، تنقي المشربيات، تعطي الطويرات مره مره يدوشوا تهلا فيهم، تحاول تبعدهم من البرد من الكوروندير، هاد الحوايج هادو هما تيخليو داكشي يكون زويون. ماشي لا بد يكون عندك كلشي، حنا راه ما عندنا كلشي تتشوفوا فيها طبيعي ولله الحمد. هاد الصيدليه العجيبه صغيره فيها السيدوكول، فيها طوليامين، فيها هذاك الفحم النباتي، ها هو فيها فيتامين سي، ها هي هادشي اللي كاين، ها هو السيدوكول ما تيخطانيش انا، راه عندي هنايا بزاف، فيها ها هو طوليامين، فيها الحلبة، فيها أول منقوع ديال الزعتر، هادي هادشي اللي كاين، باطي راه كاين، باطي حمر كاين، بيض كاين، صفر كاين، باطي من زيت تقدم. داكشي علاش درت هاد البرنامج باش إن شاء الله بحول الله إلا تيسرات الأمور نمشي معاه بشوية بشوية تيوفقنا الله تعالى. هادشي اللي كاين، أنا دابا تنسجل وتنخلي هداكشي، وتنشكر الإخوان كاملين على المتابعة ديالهم، على التشجيع، على التفاعل ديالهم مع الفيديوهات، جزاكم الله كل خير. كان معكم اخوكم محمد من قناة الطيور الكناري، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.